من طائرة مدنية لنقل الركاب إلى طائرة لنقل الجرحى والمصابين. هذه الطائرة التي تشاهدونها تحتوي على العديد من هذه الأسرة المخصصة لنقل الجرحى والمصابين ومرضى السرطان. تأتي هذه الطائرة ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في نقل الجرحى والمصابين من قطاع غزة جراء الحرب الدائرة هناك ضمن عملية الفارس الشهم 3. رغم أن هذه الدفعة 17 التي تنقلها دولة الإمارات للعلاج، إلا أن الوضع ما زال صعباً. الحالات مؤلمة للغاية. لقد رأيت ازدياداً في أعداد الطواقم الطبية عن الرحلات السابقة. الوضع المأساوي هنا يشكل تحدي لنا. وهذه سيارات الإسعاف التي على متنها الجرحى والمصابون، وأنها الدفعة 17 من الذين سوف يتلقون العلاج في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3. صارت علينا قذائف الدبابة، استشهد أخوي وأنا تصابت بثر في إيدي وخسرت كيس الرجل الشمال وكيس الخصية عندي مفقود، وأخوي استشهد وقع على حضني. أنا أصابت بالإجر اليمين في الفخذ جرح، أخذوا لي من الإجر اليسار رقعة جلدية، لما أخذوا لي إياها أحطوا لي إياها على اليمين عشان تسكر اليمين. طائرة الإخلاء الطبية الإماراتية في طريقها إلى أبوظبي، وعلى متنها هؤلاء الجرحى من الصغار والكبار الذين يثمنون دور الإمارات الإنساني معهم منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، العريش.